ولنقاش أسباب وتداعيات اللافات الاجتماعية في العراق والتي تفشت بشكل كبير خلال العام الحالي، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة بغداد الباحث النفسي والاجتماعي دكتور أحمد مهودر. أهلا بكم دكتور. دكتور هل أهلا تسمعني؟ وسهلا حضرتك. أهلا بك. شهد العراق بعد عام 2003 تحولا مجتمعيا جذريا، كيف يمكن قراءة هذا التغيير الذي أسفرت عنه الأوضاع السياسية والاقتصادية على المجتمع العراقي بعد الاحتلال؟ نعم، شكرا جزيلا لكم على إتاحة الفرصة للحديث حول موضوع مهم جدا، ألا وهو ظاهرة الانتحار وأيضا ظاهرة المخدرات التي بدأت تنتشري في المجتمع العراقي بعد عام 2003 بعد الاحتلال الأمريكي وبعد العمليات الإرهابية وانتشار الإرهاب في مناطق العراق بشكل كبير جدا، مما انعكس بآثاره على الوضع النفسي وبناء الشخصية السليمة للمواطن العراقي. يعني الكل يعرف عندما يفقد الإنسان الأمن ولا يستشعر بالأمن في شوارع مدنه وفي مناطقه ويكون في خشية على حياته، يعني إذا كان تكلمنا عن الأمن النفسي، الأمن الفردي للشخص وأيضا الأمن الاقتصادي، بالتالي نعم. هذه كلها من الممكن أن تكون هي مشاكل تنعكس بآثارها على بناء شخصية الفرد وبالتالي على طبيعة تفاعل هذا الفرد مع المواقف والمشاكل والأزمات اللي من الممكن أن يتعرض إلها. فبالتالي إذا ما كانت الشخصية، وهنا الحديث أنا أتحدث من جانب نفسي بعد، إذا كانت الشخصية مبنية بشكل سليم والإنسان يعني يتمتع بمستوى عالي بالثقة بالناس والثقة بالمجتمع ومؤسسات المجتمع ككل تعمل كمنظومة توفر المستلزمات الأساسية والرئيسية لحياة الإنسان، فبالتالي هذا طبيعة الحال راح يكون إنسان فاعل في المجتمع ومؤثر وله دور مهم جدا. في هذا السياق باعتباركم أشرتم إلى المعذرة على المقاطعة دكتور، باعتباركم أشرتم إلى نقطة مهمة حول التوازن النفسي للفرد في المجتمع، ننتقل للحديث عن تفكك الأسري وانعكاساته. لماذا هذه النسب العالية من حالات الطلاق؟ وفقا لبعض الإحصائيات تقول أن هناك كل ساعة حالة طلاق بنسبة 30% من حالات الزواج. نعم، بالنسبة للتفكك الأسري وازدياد حالات الطلاق بشكل كبير جدا، حقيقة ترجع يعني وراءه عدة عوامل، منها عوامل اقتصادية ومنها عوامل تختص طبيعة الأسرة العراقية وتكوين الأسرة العراقية وطبيعة الضغوطات اللي يعاني منها المجتمع العراقي والمواطن العراقي. يعني احنا خلينا نكون واقعيين، الظروف التي مرت بالمواطن العراقي وبأبناء الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه هي ظروف قاهرة جدا، لربما لو مرت هكذا ظروف بأي شعب من شعوب العالم لربما انهار وانحدر إلى مستويات خطيرة جدا، لكن الحمد لله والشكر ما زالت القيم والأعراف الاجتماعية والدينية والعشائرية وما زال المجتمع على الرغم من كل يعني المظاهر السلبية التي من الممكن أن تؤشر فيه، لكن ما زال قائم المجتمع العراقي، وهنالك حقيقة هنالك يعني نقطة ضوء في نهاية الطريق إن شاء الله. لكن بالنسبة لازدياد حالات الطلاق، الجانب الاقتصادي جانب مهم جدا، نعرف انه احنا حاله البطاله، عندنا الان جيوش من العاطلين عن العمل وخصوصا ممن يحملون الشهادات الجامعيه والشهادات حتى العليا، بالتالي لا يستطيعون يعني تلبيه متطلبات الاسره الضروريه. نحن نعرف ان حتى السكن في العراق هو مشكله كبيره في يعني في ايجاد السكن وتوفير السكن المناسب للأسرة واللي يوفر المساحة الكافية والخصوصية لهذه الأسرة، أيضا هذه مشكلة
كبيرة جدا، لم تستطع الدولة العراقية على مدار عقود أن تحل هذه المشكلة، مشكلة السكان، بالإضافة إلى البطالة اللي هي يعني منتشرة بشكل كبير جدا، وعدم قدرة يعني رب الأسرة، وخصوصا هنا الحديث احنا عن مجتمع هو يعني الذي يتولى أمر الأسرة هو الرجل بالدرجة الأساس، فبالتالي عدم قدرة الرجل على توفير المستلزمات الأساسية لأسرته يعني هذا عامل، أيضا يعني سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يعني يعد عامل مهم جدا حقيقة. الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن هنالك عدد كبير من حالات الطلاق، ونسب كبيرة من حالات الطلاق هي بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وسوء استخدام مواقع التواصل الاستخدام سواء كان الحديث عن الرجل أو حتى عن المرأة، فبالتالي هذه عوامل هي لربما يعني اشتركت مع بعضها البعض وتضافرت في يعني في ازدياد نسبة حالات الطلاق في المجتمع العراقي. نعم. نواصل الحديث عن هي سلسلة مشكلات مرتبطة بشكل أو بآخر، من بين هذه المشاكل ارتفاع معدلات تعاطي الشباب للمخدرات وخاصة الطلاب، ما أسباب هذه الظاهرة؟ نعم. طبعا اكو نقطة مهمة جدا يعني انا احب انوه لها اشار لها تقريبا حضرتك الان ايضا اشرت لها انه نسبة تعاطي المخدرات بين طلبة الجامعات مرتفعة وقد تكون يعني في حدود 40 او كذا. انا باعتباري استاذ جامعي وفي تماس مباشر مع الطلبة، هذه النسبة غير دقيقة وغير حقيقية. صحيح هنالك يعني في السنوات الأخيرة على وجه الدقة وخصوصا بعد يعني بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي والمجاميع الإرهابية على مدن عراقية عزيزة علينا، بدأت بعدها بعد عمليات التحرير بدأت تظهر عندنا يعني أو تزداد حقيقة يعني مؤشرات ارتفاع مؤشرات نسبة تعاطي المخدرات ما بين الشباب وفي المجتمع العراقي ككل. وحضرتك تعرفين والمستمع والمتلقي والمشاهد يعرف أن العراق في السابق في يعني قبل عام 2003 كان ممر للمخدرات ولم يكن يعني هو بيئة لتعاطي المخدرات، وإنما كان هنا كان ممر ل يعني تجارة المخدرات. الآن للأسف الشديد بدأت يعني يعني ارتفاع نسب المتعاطي والتجارة يعني متعاطي المخدرات وتجارة المخدرات بدأت بالازدياد، وطبعا هذا يعني هو حقيقة يرجع إلى ضعف دور المؤسسات الحكومية، مؤسسات الدولة بشكل عام وليس الحكومة فقط، يعني الحكومية احنا الآن يعني المؤسسات الحكومية هي عليها دور يعني مهم وكبير وأساسي، لكن ايضا على منظمات المجتمع المدني يعني ايضا يجب عليها ان تاخذ دورها بهذا المجال من خلال توعيه الشباب، من خلال يعني توفير الاجواء الصحيه للشباب يعني كي تاخذ بايديهم وتبعدهم عن هذه الافه والخطر. يعني ما معقول انه الشاب العراقي يعني يطلع من خطر، اما انه يكون ما بين الـ يعني الـ اما ان يذهب باتجاه تعاطي المخدرات او يذهب باتجاه التطرف والمغالاه او الارهاب او غيره. لابد ان نشجع ثقافه الاعتدال والوسطيه بين شبابنا. نعم. ونبث روح المواطنه وحب الوطن والتاخي والالفه ما بين افراد المجتمع ككل، وبالدرجه الاساس الشباب باعتبارهم هم عماد البلد وهم الطاقه المنتجه في البلد وهم المستقبل لهذا البلد. فبالتالي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية يجب أن تتضافر فيما بينها، سواء كان على يعني من جانب الوقاية، من جانب الوقاية حتى لا يقع شبابنا في تحت تأثير المخدرات، أو حتى في قضية الضبط والسيطرة ومحاسبة التجار والمتعاطين. أيضا يجب أن يكون يعني القانون حقيقة هو موجود
نعم دكتور، نتحدث أيضا عن فئة أخرى من فئات المجتمع التي تشهد تعنيفا، ربما قد يكون جسدي لفظي أو حتى اغتصاب كما حدث مع طفلة لا يتجاوز عمرها 7 سنوات. كيف تفسر هذه الظاهرة، ظاهرة العنف الممارس ضد المرأة العراقية؟ نعم، يعني احنا قلنا انه ما دام يكون هو المجتمع مأزوم اسلفنا بالحديث، فاحنا نتوقع انه هذا المجتمع المأزوم واللي يعيش صراعات مستمرة حقيقة، يعني احنا من 2003 او قبل 2003 حقيقة هي بدأت مع الحرب العراقية الإيرانية، وكلنا يتذكر كأبناء الشعب العراقي صور جثث الموتى والصور من المعركة التي كانت تنقل، وقوافل الشهداء الذين كانوا يأتون من ساحات القتال، واستمر الحال إلى عام 2003، ويعني الصدمة الكبرى بالاحتلال الأمريكي للعراق واحتلال الأمريكي لمدينة بغداد عاصمة الخلافة والعاصمة الدولة، يعني العاصمة العربية عاصمة الرشيد، فبالتالي كانت صدمة هذا على المجتمع العراقي ككل، احتلال أمريكي مع انتشار الإرهاب والمفخخات في الشوارع العراقية، وانعكس ذلك على تعنيف المرأة تقصدون؟ نعم نعم نعم، يعني مو احنا قلنا انه هذا كله يولد إحباط ويولد مشكلات نفسية لدى الأفراد، بالتالي ينعكس بآثار على يعني هي المرأة بالمجتمع هي تقريبا تكون الحلقة الأضعف، وبالتالي من الممكن أن تفرغ هذه الشحنات الانفعالية المضطربة وتوجه على المرأة سواء كانت زوجة أو أخت أو حتى غريبة، مثل ما أشرت أنت إلى عملية اغتصاب هذه الطفلة البريئة 7 سنوات، وقبلها أيضا الشابة مريم التي تعرضت إلى يعني الى الحرق بالتيزاب وغيرها. نعم. من حالات حقيقه كثيره، احنا مجتمعنا محافظ، فمو كل الحوادث التي تحدث ليس شكرا كل جزيلا لك. شكرا دكتور احمد مهودر، الباحث النفسي والاجتماعي، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمه بغداد.